حليمة كنتمنوا لك ليله مبروكه ان شاء الله. غنوقفوا واحد الوقفه اشهاريه ونرجع عندك حليمه باش ناخذوا طبقنا هذا الصباح. المربع الاحمر دلوسيور مربع ثقه كيقدم لكم برنامجكم المفضل. حليمه شنو غتقترحي علينا في طبق الصباح؟ مختلف شويه وساهل وفي متناول الجميع. يلا لا لا تفضل. واحد الحوته ديال الحوته كتكون في الفران. كاينه ميرلا. ميرلا والحشوه معاه. نعم تفضلي. كاينه تكون ميرلا كبيره تكون فيها شي كيلو، المهم تكون كبيره كبيره. نعم. المهم كتفتحها وتحيد لها داك التسلسل ديالها. كتكون مفتوحه وكديري ليها القوام ديالها، كاين فيها داك الخرقوم البلدي. خرقوم البلدي. كاين فيها شويه ديال الكمون. الكمون. البزار شي شويه باش ما يطغاش على السمه ديال الحوت. نعم. وكاين شويه ديال الثومه تكون دقوقه في ظرف واحد. تفضلي. وكاين زيت العود. نعم. وشويه الملحه، قريصه الملحه. ملح. يبقى هاد الخليط كله كيتخلط كله كيتخدم مزيان، كدهن ديك الحوته كامله من داخل ومن برا. نعم. وكتحط جانب. تفضلي. كتاخذ الكفته باش كتعمر الكفته، كيكون عين على حسب، بحال دابا كل حد ياخذ القياس اللي بغاه ديال الكفته، ما تكونش كثيره. ما تكونش كثيره الحجم ديال الميرلا، يعني واخا نبغيو نعمرو فيها بزاف ما غاتعمرناش بزاف. لا كتكون، لا ما غاديش تسد الجليله. تتبقى مفتوحه. كتبقى مبسطه، كتبقى مفتوحه مبسطه. غنوريك الطريقه كيفاش. الكفته نقولوا واحد 125 غرام، ربعه صغيره غتكفى؟ ولا ربعه؟ هكا تكون 20 درهم هكاك انا اللي كندير فيها. نعم. 20 درهم اللي كندير فيها، وغادي البصله مشلطه وحده تكون صغيره. نعم بصله. وشويه القرفه. وشويه المعدنوس. ومليحه وشويه الابزار. وشويه ديال الخرقوم البلدي. ملح وابزار والخرقوم. وتخلط مزيان، كتسمعك مزيان ديك الكفته كتدخل ليها ديك العطريه مزيان والبصله. نعم. والمول ديال الفران ديال الدجاج ولا اللي، المهم السيده دوك وحده كتصطاب الحوت ديالها، كتشد داك المول كدهنو بشويه زيت العود وديك الميرلا كتسرح. نعم يعني من حيدنا لها ديك السنسور ديالها، من حيدنا لها الشوك ديالها خليناها هكذاك مفتوحه. حيت هي بعدا ديالها ما فيهاش الشوك، فيها داك السنسور ديالها. السنسور. نعم صافي. وداك الراس كيبقى، داك الراس ديالها كيبقى كيعطيها طابع منظر زوين. نعم. صافي كتعمر بديك الحشوه ولا كتبسط كتفوق منها ديك ديك الكفته. نعم يعني الحشوه كنحطوها فوق الحوته اللي مسرحه. فوق الحمه، شايف من فوق الحمه زيد كيكون من تحت فوق الحمه كتطلق كلها وكتبسط مزيان كتكون متساويه. نعم. صافي لاله جليله ودخليها الفران ما شهيتها لك. الله يعطيك الصحه. وفي الاخر ودير لها شويه الزعتر، شويه الزعتر يتحك باليد ويدار فوق منها. الزعتر وتدخل الفران. شحال تاخذ الوقت؟ ماشي بزاف، ثلث ساعة ولا سميتو دغيا على حسب كل حاجة السيدة الفران عندها كيبدا. نعم وعلى حسب حجم الحوتة. وهي هاد الميرلا الكبيرة كنحيرو كيفاش نطيبوها، عطيتينا فكرة جميلة. قلتي لنا واحد تفضلي. نعم قلتي لنا واحد الميرلا كبيرة يعني من الحجم كيلو حتى الفوق. نعم كيلو الفوق. كنضفوها وكنحيدوا لها داك السنسول ديالها يتحيد وكنخليوها هكذاك مفتوحه. بالنسبه للتوابل باش ندهنوا هاد الحوته، شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال الكمون، قلت لنا غير واحد الفتيوته ديال الابزار، واحد الدريس واحد ديال الثوم، نقيطه ديال زيت العود، وشويه ديال الملحه، كنخلطوهم جيدا وكندهنوا هاد الميرلا هادي ديالنا من برا ومن الداخل. كنخليوها جانبا وكناخذوا واحد الكميه ديال الكفته، يعني راه ما بين 125 غرام حتى 200 غرام غتكون كافيه. كنديروا لها بصيله مشلضه، واحد شويه ديال المعدنوس والتوابل، شويه ديال القرفه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الخرقوم البلدي. كندهنوا المول ديالنا، نسرحوا ديك السمكه الجلده ديالها، الظهر ديالها هو اللي لتحت مول مدهون، وكنطلقوا فوق منها ديك الكفته اللي عندنا. كنرشوا عليها شويه الزعتر وندخلوها الفران.
شكرا جزيلا. واخا حنا ما كناش ما كرهناش اي شي كسكسو لهاد الليله ولا شي فستان، ولكن الحوت تبارك الله الحوت اجمل حاجه ممكن نستهلكوها خلال هذا الشهر هذا. الفوائد ديالها الصحيه والحوت في الفران يعني شيء جميل. تبارك الله عليك حليمه، شكرا جزيلا.